في الأنبار، طالب أهالي منطقة جغيف الثانية في مدينة الفلوجة بتحويل أراضيهم إلى طابو سكني لكونها ضمن التصميم العمراني. وأوضح سكان المنطقة أن جغيفي ومنذ 10 سنوات دخل ضمن التصميم العمراني لمدينة الفلوجة، لكنها تفتقد اليوم إلى بعض الخدمات الأساسية بحجة أن أراضيهم زراعية، مبينين أن هناك بعض التجاوزات حصلت على المساحات الخضراء بسبب عدم التخطيط. من 2010 لحد الان والمعامل قبل سنتين ثلاثه قالوا ان الامور كملت ودخلت راح تدخل ضمن المدينه، ضمن مدينه الفلوجه، ولحد الان ما عرفنا كل شيء، لان احنا الريط حتى من تدخل الطابو وتصير ضمن المدينه راح تشمل الخدمات، خدمات البلديه، مساحات خضراء، تنزيل مدينه، امور كثيره تختلف بالمدينه. الكل يعرف جغيف الثانيه اصبحت مدينه يعني كبيره وتحتاج الى يعني خدمات اللي هي الكهرباء أو التبليط أو دخول خدمات الماء والمجاري. بعض المناطق أكو صار بيها تجاوز يعني على الشوارع وعلى المساحات الخضراء بسبب عدم تمليكها. وتوسع وزار البناء أكثر، ناس مواطنين هواي سكنوا. المشكلة الرئيسية اللي نحاول نطالب الحكومة المحلية نرجو إنه يستمعون إن شاء الله وينفذوها، مسألة تغيير جنس العقار من زراعي الى سكن، لانه حقيقه هذه عقبه كبيره جدا. اي مراجعه عنه لاي دائره، مطالبتنا بحقوقنا من ناحيه الكهرباء، المي، التبليط، الاهتمام بالمناطق الخضراء للاطفال، كله يصير قدام هاي العقبه. احنا ساهنا ننتظر اجراءات التحويل فقط، لانه الخدمات تقريبا موجوده كجامع او قسم بلدي او مدرسه، مساحة خضراء، بس انتظر الخدمات وتجراء التحويل حتى الخدمات تكتمل، يعني هذا موضوعنا.